final seconds. It's over. It's over. Cleveland is a city of champions once again. The Cavaliers are. العبرة في عالم الرياضة عادة ما تكون في خواتيمها. معادلة جسدها على أرض الواقع نادي كليفلاند كافاليرز عندما قلب تأخره في سلسلة نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين الأنبياء أمام خصمه وبطل النسخة الماضية جولدن ستيت ويزرز بثلاثة انتصارات لواحد، لكن انتفاضة زملاء نجم كافاليرز ليبرون جيمس كللت بلقب هو الأول في تاريخ النادي. فعلى قاعة أوركال أرينا في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا معقل فريق جولدن ستيت وأمام أكثر من 19,000 متفرج، لم يفلح زملاء ستيفن كيري من استغلال عاملي الأرض والجمهور أو حتى دخولهم بثوب بطل الموسم الماضي. أما سيناريو المواجهة فلم تعرف نهايته إلا مع دخول المباراة وقتها الذهبية. الربع الأول وكغيره من أطوار لقاء الأربعة سار على وقع سلة من هنا وأخرى من هناك، فأسبقية لكليفلاند وعودة للويزرز، كل ذلك في حدود نطاق النقطة الواحدة، وهو ما تترجمه نتيجة الربع الأول المنتهي للزوار بنتيجة 23 نقطة مقابل 22. عدم إتاحة أي فرصة لكلا الطرفين قصد توسيع الفارق والسيطرة على المباراة تجلى بصورة كبيرة خلال الربع الثاني، لكن في ظل اعتماد جولدن ستيت على سلاحه الأساسي المتمثل في رميات ثلاثية مع درايموند جرين، الأمر الذي مكنه من إنهاء الشوط الأول لمصلحته بواقع 49 نقطة ل42. بداية الربع الثالث من اللقاء مثل كيري إيفرينغ الورقة الرابحة لكافاليرز، لكن نهايته دانت بتقدم جولدن ستيت وب76 نقطة ل72 لتلعب ورقة اللقب في الربع الرابع الذي كان حاسما وفي ثوانيه الأخيرة، ثوان كتبت مجدا عنوانه كليفلاند كافاليرز وبنتيجة 93 نقطة مقابل 89، ومعه اللقب الأول في مسيرة النادي بعد خسارته النهائي مرتين عام 2007 و2015.